شنو هي انجح طريقه باش تبطل الدخان؟ والله هي انجح طريقه باش تبطل الدخان عزيمه اول حاجه. وي ونجم عزيمه وتبعد على المشاكل والتخمام وبرشا حكايات. ترى انه الناس الكل عندهم مشاكل في حياتهم مش الناس الكل تتكيف؟ انت والمشاكل اول حاجه، وثاني حاجه انت ولا قلت لك نرجع نفس الموضوع، عزيمه انت والعزيمه بتاعو. شنو هي انجح طريقه طولت معك باش نجمت تلغي الدخان من حياتك؟ والله بابا وامي. كيفاش احكي لي؟ والله نهار روحت من الخدمه منرفز، بدني بابا وحدي قال لي علاش ما تبطلش الدخان ترجع تترينا. بون كنت نترينا وبطلت، رجعت نترينا بقيت بريود حكيت عام ما نتكيفش. وي سي بيان. وتوا تتكيف؟ توا نتكيف ومش نتكيف مش كيما قبل، اما اقل برشا من قبل. وشنو هي الحاجة اللي خلتك ترجع تتكيف بعد عام كامل من اللي انت بعدت على الدخان؟ الفريق. كلوبيستي انت يا؟ كلوب افريكا. كيفاش كلوب افريكا من بعدتك على الدخان؟ سي با لوجيك كلامك هوني. هي اللي رجعت بقيت عام كامل. شنو توصل للمسؤولين نتاع الفريق؟ فيقوا بالرسمي الفريق باش تفك منه راه. شنو تقول لهم؟ عرش فيق وشوف في اي عباد اخرين ما عرش راو بلي باش تقول راو جمهور ديما معاهم، بنت بلي باش يصير في العالم هذا الكل راو جمهور ديما. انا واحد من الناس كل تروح نمشي وروح خسر وما عادش ماشي وما عادش نفس كيما كل ديما راو. شوف نوريك حاجه، انا غدوه عندي تروح، انا عندي تروح غدويك ان شاء الله مربوحه. انا الوحده هذه هي اللي تعيشني. واش شنو تقول لهم باختصار؟ شنو تقول لهم المسؤولين نتاع الافريقي؟ فيقوا بالرسمي النادي الافريقي راهي باش تفك من يدينا. لا شعب كبير بالرسمي النادي الافريقي راهي جمعيه كبيره برشا 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 برشا. باهي نرجعوا لموضوعنا، شنو هي انجح طريقه بعدتك على الدخان عام كامل وباش تنصح الشباب؟ اونترينمون اللي بعدتني هي اللي بعدتني على الدخان برشا لمده عام وشهرين نترينا نسيت حاجه بالرسمي اسمها دخان. شنو هي كلمتك الاخيره للشباب باش تنصحهم؟ راه والله كيما ننصحهم هما ننصح روحي وماذا بينا نبعدوا منه. الدخان راهو بالرسمي خايب وماهوش باهي برشا برشا وتريني وما تعملوش كيفي، راني ما نشجع حتى واحد على حتى سيجار وراهو حاجه خايبه برشا برشا.